نعم نجد أنكم تيتو لويدو ليس لأهل الحرم ليس لأهل الحرم إلا الإفراد ليس لأهل الحرم إلا الإفراد بيا حرم كأن ودن من تنك إفراد يسو جيش تتكارد يسو يتنكو إفراد كنكو أنتم ودن كتو يا حرم وي قال الله تعالى جومنا دوين فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام سورة البقرة يمرضي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بعد تمتع عمرة فعد حج سبع استلاها تدي بيان نغار ان فين بيرك سبع كان نقول تمتع ان كان نقول افراد اقران فين كان نجت تديف فمن تمتع بالعمرة الى الحج بعد تمتع عمرة في يود حج ودي من اول فما استيسر من الهدي كنيوي اكويت هدي يا كنيوني وهرسته وهرس فمن لم يجد عمره باني كهرسته هدي فصيام 3 أيام يوهر بل تتي في الحج لون نكو هجره و7 نهور بل جيدد إذا رجعتم سون كوتي كورم بل جيدد سون كوتي تلك أم 10 كسب كاملة تمود ذلك أم ولا أم تبو إشارة للبعيد ذلك أم ون مونند لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أم نون أرانيكم بهداني مكة ولا حرم يا فنن دي بكودا هندو اذا رجعت ما دي وير سو ان كوتي اما كودو حرام كنيم الا دي ادو نياوور ما انغار هين اي مذهب بوج غوندي تاي مذهب بوج ني هين اوي كان كو مؤلف اوي فاباح الله تعالى التمتع يمرا الدكني ود التمتع دي من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ونن دي مخداني دون دو مسجد الحرام من ورا مكه أي من لم يكن مسكنه في مكة أو الحرم قوت الجدي ما ونيكم ورمك وفف ما ونيكم بود حرم ليتم بلدي فاندي تاهم على الأصح يوكدو مرسل لدك واندكو حرم أو بول فيرت بود ليتم حرم سب مكة فف في فيرت في مكة فف إنو ونيدر حرم وفي لأن التمتع سبق ويتك وتمتع شرع له وانا ما لا دينا بعد تمتع فيرتك داول نقول دني ولي عمره نقول واس هود ها ودر حج دين هيتاندي اما اودو كان وكان غسل عمره كان جفت قال لي من كو يد ويدك ويد ان التمتع شرع له الا يلم باهله والمكي ملم بأهله فلم يكن له ذلك ولكن يالتان قال لهم وداود بعد عمر ارتجم جام ان تمتو كان شرط منكو داود نقول داود نقول وها نقول ارتجم قصنا حج وهذا مذهب ابن عباس يقولونكو ونقولون مذهب ابن عباس وابي حنيفة لك يا ابي حنيفة ويؤيده إن السنبن على مذهب حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه حديث إن مكة ثم أمرنا عشية التروية رفتن إلى اليمير من كيكي دي جيتة تاسك فرتن أن نهل بالحجين من كرم أن تحج فإذا فرغنا من المناسك فمن قسم قد نسكو جديد دي بأعلى بطيد حج دي جئنا من غر فطفنا من بنغو بالبيت سود كابل وبالصفا والمروة من جهة صفا مروة وقد تم حج ناس من غسن الأمد وتنقسي حج من تم وعلينا الهدي وعدي من تنقهر سود هدي كما قال تعالى هنا جملة الوير فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إذا رجعت فرت إلى أمصاركم وكوت قرمون أشاة تجزئ كويت هدي كويت دمه النيال فجمعوا من دين دين نسك نسكين يعني دي الذي دفوف في عام هتان واتر بين الحج والعمرة دي الذي دفوف من حج وعمرة
رندنا هيتا لواتر. فإن الله تعالى يسب جمرة تولوي ولا جمرة تولو أنزله جبني دوم في كتابه دفتر مكو وسنة نبي السنة صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس ودكن نجيل غير أهل مكة سونا مكة نابتن من غيره التمتع. قال الله جمرة لي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم رواه البخاري غير صحيح ما كتب. قلت أبو مالك بن بيمي مبنى هذا المذهب أو مذهب أوفاويك ويهودون أوفاويك على أن قوله تعالى في الآية ذلك وعند ذلك قلنا عند الآية ذلك لمن لم يكن ذلك وقول ابن عباس في الحديث يكون ابن عباس في الحديث أو ويد أنزله في كتابه وسنته رسوله عائد وند لمرت تيك على التمتع وان كوي متمتع وهو الأظهر وقد من ظاهر ولا دمر وند أظهر كبر لعبت قلت سرت تاكتون وعفير دارية سوانكو. ويجوز أن يكون عائدا من هذا ما يصب وان ويسل دين رتا ذلك توجه فتوكم على الهدي وان هدي كرسكو هرستي كوي هورم فيكون معنى الآية وانا معنى آية فمن تمتع فعلي الهدي وان كان بعد تمتع ان بعد مهرس الهدي اذا لم يكن من حاضر المسجد طيب وانا قلنا مكة مكة سوى لما تمتع وان يكون مهرسة فان كان فلا دم عليه طيب لون هو لون كان مهرسة دم وعدا كمونكم. وهذا وبهذا قال مالك انه ودي يدي ان مالك ان كنت يرد الآية كهدي وترتي كان من شافعي يا احمد وانتصر له ابن حزم ابن حزم والتي يعد مذهب نفير في ذلك يتنم كهدي من يتنى لهم التمتع. اي نعم وفي تيتون لألويك هل يجوز إدخال الحج على العمرة بل إن داقونا أن الحج عند الأمرة نمكون نمفرت إذا أحرم بالعمرة وحدها توحد وحرمين تون الأمرة تنهار منني في أشهر الحج توحج ودب لك للبهج ثم بدله أن يحج عليه ثم أن يحج ولا أن يدخل عليه الحج فين نمو على جولاي بيرن مكو نانو دي عمره وحج نانو دي او دو عمره موجوغ مبو وران نمبو اني نواد وانا تنين اني حج تاوت عمره سبو عمره تاوت دي حج كمين كادي آي وانا نون حالي دي دوكو حج تاوت دي عمره وي فيسير قارنا جاز له ذلك عند الجمهور وانت قران وانت مقارن وينقول ياسين داغوت الجمهور العلماء كي والله خلافا للحنفية سونا أخناف بين كائن جاباني وان ياسو بشرط يدو شرط نون أن يكون قبل الشروع في الطواف أني وجولة مكو ناتين دهج وانا جولة مكو كو إدين دي وناتان تبانغو قول فإن شرع في سوكسي أنت وانغنيما ولو فؤدي بانغ الأمر نقول هوا أنت فؤدي موناتني وانغنات أمر ولو بخطوة هساك تعب القوت فلا يجوز إدخال الحج على الأمر كي سلتان ناتين تهجون دير أمر حانت فإنكو إدي كان هناتن دير بانغ قول يدوم إن السل. وبيو دليل ذلك دليل دوم أن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها بسرفة وهي محرمة بالعمرة أمرها أن تهل بالحج لما قرنا من جبت سرفة لأن عائشة لقلون فيلي فيلا رهيب دوم لون تأيو هرمينك أمرا وهرمينن يحرم وكارمين أن الأمرا كانت عائشة فيلا رهيب نلادو يوتدوم حج حرمنا يوتدوم حج فرتي يوتدوم حج. وقال نلادو يم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك وان قادم يسود كابن حديث تصحيح مسلم
wanga de ma isudu ka bandu ya de masafa ya marwa dum tan en nuku fun banguda da de fu jedi de isudu ka bari tan jedi safa ya marwa dum tan yoni ma haji umar fu haji umar fu firti sabudo an en ti wadin haji so ari de ari de wala bani wa wanga risa na wala abu so labu yo wange matan gasi wa bi haji umar fu هو دليل من لك دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم لها وأن الله يأمر دم بالإهلال بالهج هر من الهج ود وتدم هج لم يكن إبطالا لعمرتها ويد وتدم هج بنان عمره هدي دون عمره يعني بام حج ناتي عمره كن عمره إيواني دون سبني الله يطوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعوك لعمرتك وحجك 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 لعمرتك وحجك لكن ويكون للقائل بيو وإن واد بيو أن يقول لبيعت إن الدليل كبت دليلكم إنما وقع في حاله في حالة تشبه الضرورة الحالة أشتك هون البدين للور نواني تاكني عور اللور قاجبي نواني دي منون سبعي شركاني في داره بيدو e woyin way tok nyaawore lor gaaw jogi kanko e goddo ma da lor tawna tahi idan na ashat la yumkin an tukmila umrataha wa hiya haid sabu ashat don umr makanti baba timmu sabu wa wangati sana wala fa yakuna ad-dalil huna akhas min al-madlul wa na dalil o do ko buri hertaade e ko jira den dalina na ko aha dalil o buri akhas min al-madlul firti suwani no darab ko jidde suddudi ko ko metri didi darab ko kanko meter Allah Allah meter fikira wa wayti yadi to yawti to tahatu dalil akhas min al madlul wa hada min fi al nafs minhu shay ndo fi al nafs minhu shay num biyatani firti bernde de yani hin wa yayidu hada ayn sembin dum an nabiy wa nala sallallahu alaihi wasallam amara man ahrama bil hajj wa lam yasuq al hadiya أن يجعله عمرة فكيف نجعل العمرة حجا وهو خلاف ما أمر به ويصبوهم وإن بيد الله لما ذف جدا أو يمبهر نتناتين دي حجا دي عمرة إن بيد الله دمنا لأدو يمرين بيد الله حرمنا نينو بحج بغرداني هدي يمبتدهم عمرة يمبتدهم عمرة هنفوف بيشيل نرتن تنامو واتدي do ko yettude hudum hajju o yum har nanu wat ya yawtu dum umra dakto on birten do joni yo jomu natini hajju ta ko umra in manino wa akido masalo wa rajihani na idarha siyar fam makon ko abu malik e kon go shakti ngol wuri wande hajju wa natude der umra ودي نقطة استفهام ودي نقطة التأجب أيوة ودي أجوك هاجمك ويوتي ويوتي تونواندوي هل يجوز إدخال العمرة على الحج ها وما إحالة جفتجوني ليأيوتون يوياتو مجموع للنوية دينتون هايتي مجموع الفتاوى نندلو وبي أما إذا أحرم بالحج تيجو محرمين نيكو حجو ثم أدخل عليه العمرة رفتي وناتني العمرة فمذهب مالك دق مذهب مالك الشافعي في الجديد مذهب شافعي كس شافعي دق مذهب جديد القديم الجديد وأحمد كني مذهب أحمد أنه لا يصح سلته ولا يصير قارنا لوم أدن تام تسكيرك شن ندير قارن واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله رحم الله الجميع يجوز إدخال الأمرة على الحج بلا يصح وخالف أبو حنيفة أبو حنيفة اللون دي به فجوزه ودكن بناء فوائد على أصله فوائد على أصل أصل مكة أبو حنيفة أن عمل القارن زيادة على عمل المفرد وان دي قول شنو در دي قول قول دي كو زيادة كو بيداري الدو تيد دي النور هذا في ذا أحرم بالحج ما هذا سوحر من الحج أدخل للأمرة سار قارنا وناتني الأمرة
وانتقار ولزمه الطوافان وقيم بوانغادي دا بنغالي ديدي كان يمسع يعني يصفى مرواجي ديدي ديدي دي نون داولين فوق لابجي ديدي ايوه فهم. قلت أبو مالك بيمي وأنا أميل إلى قول أبي حنيفة ويكن كرو ووريكو مذهب أبي حنيفة لا لأجل ما بنى عليه وناكو فويدو منكو ويكن كو أوجيدو فايبان قلت ما هالم وي ولكن كون قومي منكو لحديث عائشة حديث عائشة أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج من صلى الله عليه وسلم هار من المهج حديث قرص البخاري مسلم كحديث ابن عمر مرفوعا أتاني ابن مري أري حديث قرط البخاري أبو داود ابن ماجه وي أتاني آتين ابن مري قرو أري من ربي والله قلني لا أدوين وكو مرفوع لا أدوين قرو أري من مادة الجوامة فقال وي إمي فقال وي مصلي في هذا الوادي المبارك جول نقول له شانقل بعد نقول بارك جول نقول له شانقل بعد نقول بارك وقول بيا عمرة في حجة بيا عمرة عند الحج ارتدوا عمرة نات عند الحج قل عمرة في حجة ابن صحيح بخاري أبو داود ابن ماجه واختار العلامة ابن عثيمين لمد ابن عثيمين السبي ولا مذهب طيب الله ثراه آمين نعم ودي تيتون وندو بيها ليصح إطلاق نية الإحرام كارمن قم بلنا أواي ولد بكم كارمن تورتن فيرتكم أنا أحرم أن كارمن إحراما مطلقا كارمن ولد ولد وتنغران إحرام هاي تنغ القوت لتنغ كالتين من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة لأدم علمي بها نعلم بأن لقاك فيرتي إفرار كفيرتي قيران كفيرتي تمتع كان يعري هرنين تمين كم كجو قسم وتنغران هاي وأن النون هاي قوتوا أنه ها ها وبار جال ما كنت نو في عرب سعودي كو كجيو هيو والله اتشكو دي او نجو في دي شو دو بي دي او حج وجانغاني غير حج حي در حي در ايوا اريتن حج تن وان تن كان كو ان دي حج دي وان داين واي جيت نو يا ويش ما كنت سان كان كو مسكين الله ندس ان كو ان داين وادي كو ويت قران التمتع كان افراد مو اندر مرتبي منكم كجو ايوا او دو نون أو أحرمك إحرام شخص يعرفهم والله أحرم منكم كرم نقول نعم بو عندي نصفتي ما كرم نقول علي بن أبي طالب نقول يا حرم توني بين بل حرم إكون إلى الحرم يمونكو أصفت ردوم دي حديث صحيح مسلم أيا إيو فهذا جائز ويقول نقول يسون دقي ويصح إحرامه عند الجمهور والله عند الجمهور يقول ما كيوال أندو بي بيكون السلة إحرامك خلافا للمالكية مالكي أنكو من بي ألح لحديث بين السلم فيكو حديث علي بن أبي طالب وني حديث قندة بني صحيح بخاري مسلم فين قد حديث إيه من لحديث أبي موسى حديث أبي موسى أن علي بن أبي طالب من علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأرينا صلى الله عليه وسلم فقال إن الأدويم كيف قلت حين أحرمتنا كرمهم بعدكم بيدا أنا علي تايبكم مكيني وريمان وين كرمهم بعدكم بيدا وي أميمكم علي وي قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متفق عليه ودنون إن السليم إيها استوي يدلنا على الحديث وتوت إن واي ود السيرين أبو مالك هذا يكون هراك سوينا له سيرين ويويد عدي يودو جيش دي كانك واندي دي وطنجي تنكو يسو من الار هرمين كفونغونو هرمين يجيدان ورا قام عند تا جيش نبو دي ايه واجابة نمون دي ايه كنونو ايه الواي دي دي تمور مورتان جاو تاسا هباني مؤتريط جوكا دي دي ما سندوم غارن تودن واي آر نرا دي مدون سابو ودو كم سندي ايه نتو كي دي دي أيوة فيرتي أود يو أني جيتشنا نلوا فينو ثينو كان كوفي منو كيس وات وفا وفا وتا إيه حرام سبوس كيتا كوني كو دوم أون هرمين كم هاد دوم ده أي تاني جون أدي بن أبي طالب رضي الله عنه أو
fiɓno wonde karmingol komo ɗo neɗɗo mo anda o fiɗɗo karmingol kañum aɗa guese ga karmingol yeeso woto tan sani ɗum fiɓno kanko adi o tangguirta ko neɗaɗo harminima saabu ko ngon yeeso wotta ga woodi o waɗanno ma fami ɗum hewni waɗi mbiya mbiɗen hadis o ne selli kono dallinorade ɗo ne waɗi sereende de yo sernaɓe ƴeew ɗo titode wonde wi ko la yajuse mujawasatu lmiqati biduni ihram neɗɗo jahowo hay joyde allah mbaɗo yo umra hayno fay makka dagantako ɗum yawtude harminorde wasa ha tawa harminaki woman marra bil miqati birtiɗo harminorde wo huwa qasidun lil hajji aw il umra ina fanditi hajjuyde walla waɗoyde umra fala yajuse lahu mujawasatu lmiqati bighayri ihramin ijma'an ijma ina fiɓi dagotako yawto ɗono harminaki joni noon fa in jawasahu so yawti noon summa ahrama ba'dahu caggal mo harminoyi faqad asima bidalika o heeɓi bakkat kam wala yadhabu anhu lisma e wala yudhibu anhu lisma nawata e makko bakkat o e serta e makko illa an yaud ila lmiqati sana o ruttito ha waɗa ariyer haw yettito miqat ɗo fa yuhrima minhu harminoɗo summa yutimmu saira nosukin o jokkel kedde ko waɗata ko tawi ko umra walla ko hajji wala dama aleyhi waɗɗake makko fo wadde ƴiya in kana aada ila lmiqati qabla talabus bin nosuki tawi o ruttima to miqat to guilaw natanani ko wiyete nosuki de allah baɗteɗe umra walla hajji sawan foti kana ruknan suwat nosuku ko natani koko roknu kal wuqufi darade arfa en wasaayi jayade safa e maro en aw sunna walla ko ɗum sunna ka tawafi lqudumi wa tawafi jottiɗo makka no foti a waɗa hen ko mim wada madhabu shafiiyati woni madhabe shafii en koɓe wa sawriyi sufiane sawri wa abi yusuf wa mouhammad almuɓɓe hoɗum almuɓɓe abi hanifata ɗiɗo ɓe ka abi sawr ɓe fo ɗum jaari joni wa qala malikum wabnu mubarak wa ahmad ɓeɗo sernaɓe tatto ɓe mbi la yaskup an huddan bil awde hayso ruttima hatta ko ina waɗɗe makko hirsude wa qala abu hanifata abu hanifata wi in adamu labbiyan sakata damu so ruttima aw wi labbaka haw yettoyi miqato harmini warte e hanti o hirsata o illa tawino o wi tem o ruttima haw yettima harmini o ɓamti e ɗum ina waɗɗe makko hirsude wa haka bnu mundiri anil hasani wannakhaiyi annahu la dama ala almujawisi mutlaqa joni ibnu lmundir eggi e hasan albasri kañum ibrahima annakhai wonde ɓeye mbi ka en ko ƴiyam ga ala e makko ga mutlaqa hay so waɗi bakkatne waɗɗake makko ga hirsude hayso artani ɓeye ka en ko noon mbi fa in lam yaud fa nusukuhu sahihu so ruttaki ɗewal ngal allah seeli umra makko seeli taki umra hajju makko seeli taki hajju o yalzamuhu damuni nder jomhur waɗɗe makko tan hirsude ɗo bangge jomhur wona forsa ko ma wrutto joni al ihram qabla lmiqat joni ɗo ko harminde taw yawti miqat gonno ɗen yo harminde guila yettaki miqat noon ɗum no way wiman marra bi miqataini on dewɗo miqatuji ɗiɗi foof bani yemi firti ida marra shamiyi aw lmasri bi miqat ahli lmadinati shamnaji walla misranaji woni enen hirnage yaha so jomum ewri rewi miqat madina naɓe rewi to dal hudayfa to miqat al ihram qabla lmiqat kadi woni ka ɗum woni kalan en tawa jottaki miqatayni al ihram qabla lmiqat o wi ajma man yu'taddu bihi min assalafi walkhalaf salafu salihina khalafu guila e sahabaɓe moman mbaɗum ha caggano ɓala annoo wonde kañu yajuse ina dago al ihramu harminade min al miqati ɗo miqat ɗo wa mimma fawqahu e ko woni dow miqat firti ko idi miqat harminade ko idi harminirde wa qala abu dawuda abu dawuda wi la yajuse al ihramu qablahu abu dawud kañum wi dagota ko harminde ko idi miqat wala yasihu ihramuhu so neɗɗo harmini ko idi miqat ihramu sellata wa huwa mardudun alayhi o wi kongol abu dawud ngol koko rutta e makko saabu ko ciya ko ɗo ijma wi bi ijma'i man qablahu saabu ijma saabu wino ko ajma'a man yu'taddu bihi lakin yukrahu aɗa ko ihramu qabla lmiqat kono noon ina aña tan kam
har min da kidi mi yottato mi qat ala al asah ko buri ko sellude e kongudi andudi ina joni garden titoni man marra bi mi qatayn on birti mi qatuji didi wa idha marra ash-shami aw al-masri مصر ناجي ولا الشام ناجي سويرتي ما بميقات أهل المدينة هر من يرد مدينة نامي قبل الوصول إلى الجحفة كيدي كم قلت إلى الجحفة المهر من يرد مكم فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه دا قم تاكم ويدي من وبرهم يتو إحرام توك هر من يرد مهر من آه وعليه أن يحرم من وقت مكو هر من دمين ذي الحليفة لو نكو هر من يرد مدينة نابي لو خبوتك لون إيدي أرتي عند الجمهور كيا وانا عندي بقولهم يا دي عموم قولي صلى الله عليه وسلم هو بتزين لكم قلنا لا دبينه ولمن أتى عليهن من غير أهل يو هان دي كارمير دي ويدن دو جيدن كو حط ببادي غا بانيج جيورو دو غاح مو جياك وغا بان جيورو تنفو هس جياك تون اي نعم ويوذهب أبو حنيفة ومالك أبو حنيفة ومالك إن جارك إلى أنه لا يجب عليهم وداكي مكو فيرتي هارمين دي هارم اي ميقات بو ايدي اردمو وانه يجوز التاخير الى ميقاته وان دين دغنو بو نيبتين دي كارمينو غونغون هاو يوتيو ميقات ورما لانه الاصل سبدون اصل واختار الشيخ الاسلام شيخ الاسلام سبي مذهب مالك او يا ابو حنيفه أو. والاول احوط ويكون الجد نقول ده نقول بود وندي أحباب ريان تال إيوه تبو هرميني متون كم على كون غير هيقول يالتي لورا ونمي قات جدا نعم هاي بي وقت داكي هرميني تون ينبياني وبابا هرمين تون لكن نتون كم أحباب إيوه بودي هيس ندني بودي يالتي نمي لورا ويشتراط المحرم التحلل بعذر شرط نقول كارمين تولو ودهن شرط يوان دي نقلون هبين فوق دون دكتو تولو ويجوز نسل للمحرمين ونند كارمين تولو يدو يد أن يشتريط لجوم شرط تعين لإحرامين توم لهارمين تولو التحلل ولا التحليل ودي تحليل متى حبسه عن إتمام النسك الشيء من مرض أو نحوه وبي توهدي يوم هم بو لو غيب تم بو شرط ني ام بدا ارمينو كلام هو ندي كل من سون دي دول هبي مي فوف دو اندكت تو فيرت دون كا دمي عمره تايو غسان ولا حج تايو غسان مدكتو قائلا نبي اللهم محلي حيث حبستني اللهم محلي حيث حبستني دليل منكم حديث عائشة رضي الله عنها قال عائشة بن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت الزبير ولو بي زبير دبت لضبعة فقال نلادوي ينبهني فقال لها نلادوي ينبهن أردت الحجة كهج ميجي لك هج ويد قالت والله لا أجدني إلا وجعت الله مين قوم لكم موسى لكم موسى مسلان فقال لها نلا لبيبهم حجي واشترطي في ارتهار منه ما لا شرط وقولي بيا اللهم محلي حيث حبستني اللهم لكتتو مكالا لنيو لبي مفف يقولوا ان لكتتو حديث أبي بخاري مسلم وصحيحين فإذا اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه إذا حبس ولا دم إذا حبس كي ولا دم عليه شو شرط صو شرط إني تنقل له هرمين توني لينغنتو هيدو غنتو هي من فوف دك دغني ما بدك تاريك لتوهير سكال هون إيه ما نقول تما تكيمك أما إذا لم يشترط تينون شرط ناني فإذا حبسه عارض سهون فليما بحد حد فليما بلازمه دم ودي ما مكوجي يم لقوله تعالى اكفوادكم الجوم راد دوينو فإن احصرتم سلام بدام إحصار نصروني حد لنهون فلو ما هدم سواركم يهو والله قدم هنا نلالين كدرانوني نادي مكة عمرة الحديبية فإن احصرتم فما استيسر من الهادي دو يبقى كنيبي نيوني منكرسون
وبي سنن الإحرام كويت سنن الإحرام نجي السنة جمولة قو سنن الإحرام كو الغسل عند الإحرام كل وقت هذا وقت نظهر من توني دليل منك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل وين صلى الله عليه وسلم ورني كارمين قول فيرت سير لكم سنوة تالي وين لا اللو تني مكدي كارمين قول حديث حسن أخرجه الترمذي يونو تو تسل المرأة وإن كانت حائضا أو نفساء جبون كأين اللو تهستي وانسا ولا بني وند حيض ولا نفاس التام اللو تنادي إحرام ففي حديث جابر سبق إن كان حديث جابر إن كان إنن حتى أتينا ذا الحليفة فولد الأسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي إن كان حديث وتحديث حديث جابر في جنهير بند يسمى دليل وند أو بس نور وند من هذا يمبو يالله يسون محله إذا سنة إحرام التطيب على البدن قبل الإحرام ونود أوران تيري بندوم إذا إحرام إذا كان كارمين ده جس أنت نحرم من أوران تيري كنند يونن نجوم بعدي حرمين هذا ده ود أوران تيري بندوم دليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة فيهم كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم بدأ أوران نلاد أوران تيري مم سواري حرميناتي أنا أن نمور أن تير مكو سواري حرميناتي ولحل قبل أن يطوف بالبيت بروار أن نمور أن تير مكو سواري دكتاري كدي إحرام سواري دكتاري فرسو قسني حج مكو الله أمره إيدين دي وانغوتو سود كاب فرت طواف وداء ماتو والله إيدين دي وانغوتو تنو حديث بخاري مسلم وكذلك تتطيب المرأة لحديث عائشة دبون كان مدورا ترفع وادي حديث عائشة رضي الله عنها مخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من جلت دين إلى أرفال مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب في بعد يكتيد أمين ونبأ تير عند الإحرام وكنب من كرمين توه فإذا أرقت إحدانا سقوت أمين ورني ساد على وجهه وانا يرتاد يسمول فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا نرى دي تيجي نو تيجي ورانتي يوم ورني وانا يوم دين سام ورانتي دين سام كون وين يلا دنيا دم كون هذا تامين أيها حديث أخرج أبو داود والبيهقي قلت أبو مالك بيم فأما بعد الإحرام تيشغل اليوم قص نهار من هذا ممكن فلا يجوز استعمال الطيب بإجماع العلماء وعددون أوران تيرين حرم أندون كوري كما نقله النووي في المجموع إجماع النووي أجيدهم تدفسرون ويتين مجموع أنا سنة تتبع سنة حرام كأن يحرم الرجل أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين إن السنة تايكو غوركو تايكو غوركو دي هنا تايكو غوركو وواد قود دي ود كتاكو دي دانيكي ودر فلاس وتي ودر فلاس توب في إزار ودر فلاس توب وردان ودر ونور فلاس وتي أبيضين إذا تأكل دانيش ولا شرط فان ابن عباس نرجع ابن عباس قال أويه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يهي من المدينة إما المدينة بعدما ترجل شقن له يس سكون مكو بينيدم ودهن وفبي أورنتيري ولبس إزاره وبورني إزار ونودر ونوحد ودر ورداءه وودي ودر كدي ونوري دوه دي فلاس ووت هو كان كان كن يلاله وأصحابه يصحبه بمك وفف رواه البخاري وعن ابن عباس أرجى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله صلى الله عليه وسلم قال وي ألبسوا بورن دي من ثيابكم البياضة بورن دي شمش دانيش لا وسيم بورن شمش داني وكفف فإنها من خير ثيابكم شمس دنيج إن جاك بوري مؤيدة شمس شمس من فرن جوجين دون إن جاك بوري مؤيدة وانا كان جبوري يبوري نفف كون إن جاك بوري تديكم
يونو مكفين فيها موتاكم كسنرين لكلماء مهون دانيجي. حديث أخرجه الترمذي وأبو داود. والحديث كم سن ديراني حج يونو يجد ويدا من تنكو إن يجد وارنا شم في داني يجد ومالي حجان كون بعد داني تاي قدو ما سيكو لني داني يجد يكو فرس يكو شرط وما ونسن داني يو وانا شرطي وانا شرطي جنن أما المرأة تكذب كان يفنى تلبس ما شاءت من الثياب دب كان يبغى أنت شمشي دي ولا هي يعني شمشي دي ولا نون تا شمشي دي شري دي تا تا وانا كهرم دي وانا تبرج دي يالتين دي تير دي موج وانا أم بانج مو ولا على شري سبحان تاكم شمشي كرم يرد دي كستي وسوري تنجسي لكن كون لا تلبس النقاب كون والثاني قاب نقابوني كو فترة رسولي كان يأس فندي من النقاب ولا القفازان والتاغاونج منكو كواس بورت دي جود كواس جود من غاونج يا من انت مو اندا دو بيري دن كواس نا وا فهمت و من غاندا كواس ني ما مبي ادم سوس تاج يو تدي وان كاري ما مبي سوس واينا تا اندا دو كيت فودرو دي دين تون شري هدي كي ما شاء الله وني قفازان وني كواس دي وني سوس تاج كما سياتي في المحظورات ما ان كان انت محظورات الاحرام الاحرام يجي محظورات ايوه ولا يختص لباسها بلون معين شم شدب هيرتنا لكن دانيول ولا باليول ولا كولور كولور كيري فاله او غيره كالابيض او غيره دانيج ولا تنام هيرتنا كما يعتقدون كثير من النساء ويهنن كهيبر بن شك خصوصا المصريات سيرت قاري مصرنا المصريات بشكر من دشوم في دانيجي كان هناك شرط ما عندنا فقد كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المؤصفرة وهي محرمة عائشة بورتون شوم في أولي توكو كرميني اسمها الأثر وكصحيح عزاه ابن حجر في الفتح إلى سعيد بن منصور وقال إسناده صحيح يوي فتح الباري جزء ثلاثة جزء تتي نبي مجلد تتي أيوة سننا يا سنة جي يحرم الصلاة في وادي العقيق من حديث ودم من نلال نلال وادي عقيق بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال أكون مم مدينة كميلو جنيه مدينة مدينة وادي أقي وادي أقي كسر مدينة تماما ولي وريا سير قرب بقي بادي جنا المدينة ميل سنفير دي ميل كيلا ميت فير كيلا متر ودنا يكون مدينة ثاني بوري دون نون نوع بوري سبب بوري سير لدك ميل نبوري كيلو ميل قرن دي بوند كيلو جديد نوع فو داني كمان فكيلو يسافو كم نوع وقد قال عمر عمر رضي الله عنه بي سمعت من أن يرس النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق إن ونور نك يقول نبيا أتاني الليلة آتين إن كان حديث جو نلاد نور جمون قرية أيوة من ربي إما دي جوما فقال ويم سلم في هذا الوادي المبارك جول الوادي قل شانغو بركين قل وقل عمرة في حجة كريم عمرة في حجة محلم أي نعم سنة جاب وسنة إحرام كو الصلاة في مسجد ذي الحليفة لمن مر به يا سنة لجول جماعة ذي الحليفة حرم نرد مدينة بن ودي جماعة جماعة جول دو دليل منك حديث ابن عمر دليل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ابن مروي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تنوم يركع بذي الحليفة ركعتين نرى رجولا نور نقدر جديد حديث قدر صحيح مسلم ويتنبيه هنا أبو مالك ويتنبيه ويأخذ الجمهور من حديث ابن عمر استحباب صلاة ركعتين لأجل الإحرام بجمهور كي كيور أندو يتي يدي دي جول دي در دي وقت نجوم هرمين توني يتاكو حديث ابن عمر أو وفقال النووي فرت فرت دليل من قلوب بفاي إمام النووي في شرحه نو شرح صحيح مسلم ده وفي كنكو
وادو هنو تنكن كو إمام النووي رحمه الله حديث جابر تو ما تقول إن ديب حديث جابر حديث ابن عمر كالي هذه من أرض تفاصيل حديث ابن عمر حديث جابر لم بدون ويو في حديث جابر فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء الحديث هذا مثلا الملك حسن أخرجه النسائي أيوة وي أورو نتين ذا نيا جولي ذا الحليفة تنبيه جمهور العلماء بيت حديث ابن عمر أو يدي جول دار جديد وقت الجمهور من توندي إمام النووي يشرح حديثه سب حديث وين عندي حديث مسلم يشرح انت ده صحيح مسلم كان إمام النووي وفي فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام إن عند الحديث وين فاهمه هني يدي رجول الدار دي وقت الجمهور موي وحرمينات ويصلي ما قبل الإحرام وجور ترك إيدي وحرمينه ويكون أن نافلة كذلك نافلة إمامات هذا مذهبنا ويقدم من مذهب الشافعي ينقب إمام النووي هالك ومذهب العلماء كافة وإنه المذهب أن بفف إلا ما حكاه القاضي سناك القاضي إج وغيره وغيره يتنا قاضي عن الحسن البصري سناك كونغ الحسن البصري أن نستحب كونها بعد صلاة فرد أن كبر يده كونها دون ولي شق الفريل إحرام قال لي أنه روي أن هاتين ركعتين كانت صلاة الصبح ويسب حفرة مكن السيارة تمريض وان دي دار دي كو فاري لا سبكون جول الصبح كون سبكون جول الصبح كون والصواب ما قال الجمهور كون كون صواب سلكم كو الجمهور حارك وهو ظاهر الحديث يوني كفين كو حديث انتهى هذا امام النووي قص ابو مالك يقول تنبيه من بل ظاهر الحديث استحباب صلاه الجيد مسجد او بيتي والاستدراك وي على أتوكي كفيني حديث أوكو في ديال الجولد فور جماعة هنا فور إحرامه لأجل المسجد كل كنا ولا هذه أجل دحر هنا بك إحرام ويأيد هذا كم نقول له سنبين له وندك كجماعة ويد الجولد ولا إحرام ويد الجولنه إن سنبين أوده مذهب ولا أوده فام حديث ابن السميط أوده أنه خرج مع عمر وندو يلتدي عمر إلى ذي الحليفة في هذه النقوان فصلى ركعتين عمر جود دردين فسألته وين أمن عمر عن ذلك وجود كودرن فقال عمر وي إنما أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وي بعد أن ميتان كون نجي من الال فرتين وعلا أثار أولا وأريت مسند أحمد سندوك حسن لبي وي فليس في ذكر الإحرام ولا تركني ولا نحرامي وإنما الذي قد يؤخذ من الحديث ما يأتي بعده يبتدي حديثك وقارتك وشقة أيوه قارتك وشقة لون مسألة جيقب وين تعبر سنة جيقب وسنة جحرا وين إيقاع نية الإحرام عقب صلاة فرضا فريضة أو نافلة إن السنة نانية حرمين تؤني أني في بتاع وتاو تاو شقة نجول مجول سورة نجول في نافري نجول لأنه نقول لك نجول نافل تاو كم كشير نجول لون تبع حرمينات فالأفضل بالمؤمن أن يكون الإحرام عقب أدائك صلاة فريضة أو نافلة للمريك يقول يد يدوي ولسبب مشروع لسبب مشروع سباب لا ولنا للأحاديث السابقة فهذا حديث جوت بي ويؤيد هذا إن السنبن الأمر وكيدش من أيضا أنه في حديث ابن عباس من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وعند وجود ظهر بذي الحليفة وجوري دون تي صباح ثم دعا ببدنة وند قالوا بيوعر جل الكرستي ولا قالوا بمكة من بدن جمعوا بدنة كم قوتبا إنه فلما قعد عليها نوأل نوبا واستوت على البيداء بفوت ديري جيراني أهل بالحج لنفق دهار مناتي حديث حسن أخرج الدارمي أبو داود أحمد قلت أبو مالك بيم بيم فالأظهر كبري لا ابتده أن الصلاة التي صلىها صلى الله عليه وسلم وأن دنجول من يلا صلى الله عليه وسلم جول قبل حرامي كدن جو حرمته كان صلاة الظهر وأن دكو سلفنا ومعلوم إن أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقصر بذي الحليفة أو أستنى تقول ذي الحليفة في من مدينة لأني في مكة قال ذي الحليفة تقر أستر كما تقدم في صلاة المسافر الدنيا فصل الله ركعتين في ارتقل ومن الدار ديكو لنقول إيديكو كنوكو سلف له وقد تقدم أنكالين قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يوتين تنكم كن قلنا صلى الله عليه وسلم لو وين أتاني آت من ربي وند قارو أريم إما دتجوا مؤمي فأوي مسلجون في هذا الوادي نقول له شانغول المبارك بركي نقول وقل عمرة في حجة وهذه الصلاة وندور نقول يحتمل والاحتمال في إن وابي أن تكون فريضة كفر الله أو نافلة ولا كون نافل ولذا لم ودي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بيت مجموع فتواته إن كان يصلي فرضا أحرم عقبيه